كل اللي سمعناه بصراحة أنه هذه الحكومة أمدها من سنة إلى سنة ونصف. طيب. بالإعلان. نعم. لكنه أعتقد في الجوهر أنه ستبقى الأربع سنوات مالتها أو ثلاث سنوات، على اعتبار هي منين تنحسب؟ من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب. نعم. مجلس النواب صار له أكثر من سنة منعقد تقريبا. نعم. فما تبقى هي ثلاث سنوات. طيب. فهذا إشعار أو إعلان إلى القوى الأخرى أنه إحنا ما راح نستمر ثلاث سنوات أو السنتين، القوى الأخرى منهم ربما رسالة إلى التيار الصدري أو إلى بعض القوى الأخرى. نعم. أنه نعم. إحنا ما راح نستمر إلى ثلاث سنوات كاملة، وإنما ممكن في سنة أو سنة ونص وننتهي من الموضوع.